يوزف هايدن وحده يملك لقب أبو السيمفونية. هذا الموسيقار النمساوي كتب 100 سيمفونية وأربعة، ولم يصنع هذا الصنيع أحد قبله ولا بعده. ولكن اللقب لم يأته من حيث الكم فحسب، لقد وضع السيمفونية وهي المعزوفة الأوركسترالية ذات الحركات الأربع، وضعها في قالب حافظت عليه بعده 200 عام، أي حتى يومنا هذا. من سيمفونياته المهمة سيمفونية الساعة ورقمها 101، وفي حركتها الثانية نسمع ستاكاتو وتريا، نسمع فيه نقرات موقوفة من الكمنجات تحاكي حركة رقاص ساعة الحائط. نستمع إلى هذه الحركة في طورها الأخير، حركة بطيئة من سيمفونية الساعة ليوزف هايدن.